ربما مزيد للتفصيل ينضم إلينا مدير المركز السوري لحقوق الإنسان الأستاذ رامي عبد الرحمن. مرحبا بك أستاذ رامي، نأخذ منك بعض التفاصيل وأين كان الهدف لهذه الغارات. نعم، المؤكد حتى اللحظة انفجار سمع في محيط مطار دمشق الدولي وأيضا في منطقة الكسوة في جنوب غرب دمشق، مناطق تواجد أو تخزين سلاح حزب الله اللبناني في تلك المنطقة. كان هناك توافد لسيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء إلى تلك المنطقة لإخماد الحرائق، لكن دوي الانفجارات كان شديد، وحتى منهم داخل العاصمة دمشق، يعني حسب مصادرنا بأن هناك اهتزازات كانت داخل العاصمة دمشق نتيجة الانفجارات الناجمة عن القصف الإسرائيلي لمحيط أو لمناطق قرب المطار وأيضا جنوب غرب دمشق. إلى الآن المؤكد انفجار مستودعات، لكن ماذا في هذه المستودعات لا نعلم، ولكن مؤكده بأن الانفجارات كانت شديدة ونتيجة الانفجارات الشديدة التي دوت في العاصمة دمشق. البعض اعتقد بأن القصف على وسط العاصمة دمشق. نعم، يعني الحديث عن التصدي، هل لديك أي أخبار بالفعل أن الدفاعات الجوية قد نجحت؟ يعني التصدي، عندما نقول التصدي الدفاعات الجوية، نعم هي تمكن أن تتصدى لبعض الصواريخ، ولكن الواقع بأن الصواريخ الإسرائيلية في النهاية وصلت إلى أهدافها ودمرت مستودعات في القسم الجنوبي الغربي من العاصمة دمشق. ويعني إذا كان هناك إسقاط لبعض الصواريخ، لكن هناك صواريخ وصلت إلى أهدافها، لا يمكن أن تصل جميع الصواريخ إلى أهدافها، لأن هناك أطلاق صواريخ الدفاع الجوي التي حاولت إسقاط الصواريخ الإسرائيلية وإفشال الغارة الإسرائيلية. نعم، يعني هم تحدثوا عن موجتين من الصواريخ، هل ما زال القصف مستمر وهل من معلومات أولية عن ضحايا؟ هناك سيارات إسعاف وسيارات أطفاء، الدليل ذلك بأن هناك ضحايا أو خسائر بشرية، لكن الواقع بأن سيارات الأطفاء، سيارات الأطفاء لإخماد الحرائق وسيارات إسعاف لإنقاذ الجرحى أو إخراج يعني القتلى من تحت الأنقاض. نعم، الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المركز السوري لحقوق الإنسان، شكرا على كل ما تفضلت به، وبالتأكيد سنبقى نرصد ونبقي عين على آخر التطورات في هذه العملية.